ميس 21 سبتمبر 2023، وهكا وصلنا تقريبا لنهاية حلقتنا، لكن قبل النهاية تكون مع سي مراد جويني عن المرصد الوطني لسلامة المرور، نحكي على الطرقات اللي تشهد كثافة مرورية. صباح النور سي مراد. ساركم سعيد، مبارك ليك وكيف الفريق العامل معك وكل لوبيا إذا أتكلت فيهم، وشكرا على الاستضافة. شكرا ليك سي مراد على تلبية الدعوة. لو كنت تعطينا لمحة، خلينا نقول، ولا صورة الإذاعية على أهم الطرقات اللي تشهد كثافة مرورية في الوقت الحالي. شكرا، بارك الله فيك. هو طوى بالنسبة للتوقيت يمكن مازال بكري شوية على الحركة الكثيفة، ولكن اتوقعوا على مستوى عديد المحاور باش تكون كثيفة، خصوصا على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة، على مستوى الكوبان كيف زاد، على مستوى الطرقات التالية اللي هي الطريق الوطنية رقم 8 من مدخل رواد وصولا إلى المركز العمراني الشمالي بين القاو ولا بتاتر. نتوقعوا اللي باش تكون الحركة كثيفة، نفس الشيء على مستوى الروتيكس انطلاقا من التندان وصولا الى المطار، يمكن في الحسبان كونا باش نلقاو شويه حركه على مستوى باردو، كذلك على مستوى حي الرومانه، اتباعا على مستوى مدخل مدينه العلوم. بالنسبه لشارع محمد محي الدين القريبي بيبدو على مستوى المنار، هذا كيف نتوقعوا باش تكون حركه كثيفه، واحنا ماشيين من المنار الى مدخل ميوتيوال بيت خارج شارع خالد الدين باشا على مستوى هذا، كذلك وسط العاصمه، وكذلك شارع اليابان نتوقعوا هذا كذلك من وقت الى اخر باش تكون فيهم الحركه كثيفه. يمكن الحركه تكون عاديه على مستوى شارع القبليه، على مستوى نهج مصر، نفس الشيء على مستوى شارع باريس، وكذلك شارع الحبيب سامر. بالنسبه لساحه باب سعدون، واحنا جايين من نهج مفتاح سعد الله، وبالتالي نكونوا ماشيين الى ساحه القصبه عبر شارع 9 ابريل، اتوقعوا هذا كذلك باش تكون الحركه كثيفه كيف ما كل يوم في عديد المحاور. طبعا الدعوه تتوجه من المرصد الوطني لسلامه المرور الى مصنع ميلي الطريق، خصوصا على مستوى طرقات السياره، وين نلقاو معناها عديد المستعملين الطريق معناها ياتوا الطريق هذايا هما في لافات، معناها بعض الولايات على غرار ولايه بنزرت وكذلك ولايه نابل. الدعوه توجه لهم معناها من خلال المرصد على التعديل السرعه على حسب حاله الطريق، ولهنا تاكدوا اللي صنع على مستوى طرقات السياره وقلنا ب 110 كيلو متر في الساعه ما نفوتوهاش، دونك نبعدوا على كل ما من شانه اللي باش يشتم التركيز اثناء السياقه، نبعدوا على استعمال اللاب بالجوال، ما نتجاوز هذا كذلك وضع حزام الامان بالنسبه للمقاعد الامنيه وكذلك المقاعد الخلفيه. طبعا وليداتنا اهتموا مقاعد اليقظه منذ اسبوع، وضع اقل شويه من اسبوع ما فيها الناس باش نعطيهم بعض النصائح اللي هما يتحققوها في استعمالهم للفضاء المروري، وبطبيعه الحال الدعوه هذا كذلك مجدده الى الاطار التربوي حول مزيد الاشراف على عمليه دخول وخروج التلامذة حتى يكونوا في مأمن من الوقوع في الحوادث. هذا ما نجم نقولوه على مستوى المرصد بالنسبه لعديد المحاور اللي ان شاء الله معناها تكون الحركه فيهم عاديه، ان شاء الله تكون حركه امنه، وبطبيعه الحال ان شاء الله نلقاو تفاعل ايجابي من قبل مستعملين الطريق ان شاء الله. شكرا جزيلا سي مراد الجويني المكلف بالاعلام والاتصال بالمرصد الوطني لسلامه المرور بوزاره الداخليه، اعطيتنا لمحه على اهم الطرقات اللي تشهد كثافه مروريه، والا باش تشهد كثافه مروريه في الوقت الجاي. كذلك سي مراد كان قدم نصائح لمستعملي الطريق من اجل سياقه امنه. 6:57 دقيقه.